يا حبيب الله. يا رسول الله يا غالي، فرحة الدنيا بميلادك نورت بيك الليالي، لما بالخير جه معادك كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر ليها، رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك. يا حبيب الله يا حبيب الله، حبيب الله محمد يا رسول الله، يا رسول الله محمد يا ابن عبد الله، يا رسول الله محمد يا رسول الله، يا رسول الله بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث لسرية بئر معونة، فحزن حزنا شديدا ونعاهم قائلا: إن أصحابكم قد قتلوا، وإنهم سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا، فأخبرهم عنهم. لنا فترة نسير دون أن نجد أثراً للقراء الذين أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نجد. ربما وصلوا إلى نجد وأكملوا مهمتهم، وهم الآن في طريقهم للعودة. انظر، يبدو أن في الأمر شيئاً، إن هذا لنذير شؤم. هيا نستطلع الأمر. يا إلهي يا إلهي، إنها مذبحة. لقد قتلوهم غدرا، ماذا عسانا نفعل؟ فلنعد إلى المدينة ونخبر رسول الله بما حدث. والله لا أترك هذه الأرض قبل أن أثأر لشهداء المسلمين. لم تكن حربا، كانت نزهة. لقد أبيدوا عن بكرة أبيهم، ولم يبقى أحد ليعود إلى محمد. أيها القتلة، والله لن أترك دماء الشهداء تذهب هدرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. لا تقتلوه، لا تقتلوه، أحضروه إلى منزلي. هيا. إذا أنت من ضمرة؟ نعم. وماذا دفعك للانضمام إلى محمد؟ هذا ما لا شأن لك به. تعجبني جرأتك. تظن أني سأقتلك؟ إن روحي بيد خالقها. حسناً، وأنا أعتقك وأطلق سراحك. كيف تتركني هكذا؟ إني أعتقك على رقبة كانت على أمي، ثم إني لا أحمل ضغينة لأهل ضمرة حتى ولو كانوا من أتباع محمد. اذهب، يمكنك الرحيل. يعزيك رسول الله في زوجي منذر ابن عمرو وشهداء سرية بئر معونة. كلنا فداء لله ورسوله ودين الإسلام. لا يحز في نفسي أن ابنه سيرى النور ولن يرى أباه أبداً. أخبريه عندما يكبر أن والده نحتسبه عند الله شهيداً، ونحتسبه في الجنة مع الشهداء والأبرار. ماذا تفعل يا رجل؟ أنت في مضارب بني عامر. وما شأنكم؟ نحن من بني عامر، وتبدو غريباً عن ديارنا. والله لا أترك هذه الأرض قبل أن أثأر لشهداء المسلمين. وأنا أيضاً لا أبرح هذه الأرض حتى أنتقم لشهداء المسلمين. عاد عمرو بن أمية بعد أن قتل الرجلين من بني عامر دون أن يعلم أن بين بني عامر ورسول الله عهداً، وهنا تتجلى عظمة رسول الله من جديد. فرغم الألم والحزن لمقتل شهداء المسلمين على يد بني عامر، إلا أن الرسول حزن لما فعله عمرو بن أمية، وأخذ يعد العدة لدفع دية هذين الرجلين. معذرة يا رسول الله، فلم أعلم بالعهد الذي بينك وبين بني عامر. لقد كنت أثأر لمقتل شهداء المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين ولا بد من دفع ديتهما حتى لو قاتلونا وغدروا بنا. يا رسول الله، إن بني عامر نقضوا العهد وقتلوا 70 من الأنصار العزل من السلاح، وما فعله عمرو بن أمية كان ثأرا لمقتل هؤلاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لبني عامر عهدا معي لا أنقضه أبدا، ولا بد من دية لهذين الرجلين. وعرض صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى بني النضير لمساعدته في دفع دية الرجلين، فهم على عهد مع بني عامر. يا رسول الله، إن يهود بني النضير لا عهد ولا ميثاق لهم، ولن يجيبوك إلى ما تطلب. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر الخروج إلى بني النضير للاستعانة بهم في دفع دية الرجلين. لقد حضر محمد بن عبد الله وهو يطلب مقابلتكم. ليدخل، لعلنا نجد مخرجا من هذا الأمر. ما كان علينا أن نترك رسول الله بمفرده وسط قوم بني النضير. لقد أصر صلى الله عليه وسلم على الذهاب بمفرده. سننتظر قليلا ثم نذهب إليه، ولا تخشوا شيئا، فالله حافظ رسوله ولو كره الكافرون. وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني النضير أن يساندوه في دفع دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية من بني عامر. نحن معك يا أبا القاسم ونعينك على ما أحببت. نحن بني النضير لا ننقض عهدا ونعين من يلجأ إلينا، فاطمئن يا أبا القاسم. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ عهداً من قوم بني النضير على مساندته في مطلبه. ماذا نحن فاعلون الآن؟ لقد أعطينا محمداً عهداً ولن نوفي به، وقد ينقلب علينا ونواجه بحرب من أتباعه لن نقدر عليها. يا قوم تعالوا لتروا. محمد يجلس بجوار جدار أسفل المنزل ليستريح قليلا، وماذا يجدي هذا؟ أرى أنه شيء جيد، وقد يحل كل مشاكلنا مع المسلمين، بل ومشاكل قريش أيضا. أسرع يا عمرو يا ابن جحش قبل أن ينصرف محمد. لا أصدق أن قتل محمد بهذه السهولة. يا ويلنا لو أخطأه الحجر. كيف يخطئه؟ سيسقط فوق رأسه تماما وننتهي منه للأبد. لا لا يا عدو الله، ليس الأمر سهلا كما تعتقد. ففي تلك اللحظة جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء، فانصرف مسرعا هو ومن معه. ما هذا؟ لقد انصرف محمد توا. ماذا؟ لقد ظل في هذا المكان طويلا ثم ينصرف الآن؟ ما حدث فاق كل الحدود يا رسول الله. إنهم لم يمتنعوا عن مساندتك فقط، بل حاولوا قتلك. لا بد من رد رادع على هؤلاء حتى يكونوا عبرة لغيرهم من المنافقين. هدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثائرة الصحابة وقال لهم إن الله نجاه من كيد وغدر بني النضير، وإنه سيرسل لهم ليخبرهم أنه لا يريدهم في جواره، فهم خائنون ولا أمان لهم. نعم الرأي الصواب يا رسول الله. أمتى مساء يا سيد المدينة عبد الله بن أبي بن سلول؟ لماذا تأخرت؟ لقد حضرت فور طلبك لي. هل علمت بأمر ما فعله محمد مع بني النضير؟ نعم، لقد طلب منهم أن يتركوا ديارهم ويرحلوا، أنه لا يريدهم بجواره، ويقول إنهم حاولوا قتله. لقد زاد الأمر عن حده، وأصبح محمد يتصرف كأنه ملك متوج دون أي اعتبار لمن معه. أخذته النشوة بانتصاراته ورجاله. ولكن الأمر مختلف مع بني النضير، إن بيننا وبينهم تجارة وعلاقات وأمورا كثيرة سيفسدها محمد. وماذا سنفعل يا سيد المدينة؟ سأذهب لبني النضير وأدعمهم وأؤيدهم، ولن يجرؤ محمد على النيل منهم وأنا معهم، ولن تكون هذه المرة كسابقتها أبداً. حقنا المختوم غالي وحبك مالينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. سيرتك ريحتنا المختوم غالي وحبك مالينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. ما انت اللي بيك في رحل حزين وعالصراط عالجنة ودينا، وصلت رسالتي.